برادينو. يا ريتش في ريتش، انت سكرت ولا ايه؟ سكرت، انا عمال اذكر من الصبح. عايز يا ريتش؟ انا احسن واحد بيغني هنا. انت كذاب، انت اللي كذاب. طب فرجني بتغني ازاي. هوريك، اسمعني بقى. يا ليلي 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 يا يا ليل. ايه الرباب اللي انت بتهببه ده؟ اغني ايه الغنى في كده يعني؟ وبعرف ارقص كمان. طب وريني، فرجني ارقص. طب طبلي. اطبلك يا سلام. انا اوريك. تعال تعال، انا احسن واحد في امريكا. طبل. يا اهل الواعه ما تحيوا معانا الشجعان، عبرانس وقعدي ويا الطبشان. يا اهل الواعه ما تحيوا معانا الشجعان، عبرانس وارانس ويا الطبشان. دستي قراتين 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 قراتين، دستي قراتين 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 قراتين. ألف مبروك يا أم محمد. ألف بركة يا أختي. ده مهندس ده ولا محاسب؟ لا زبال بس محترم يا اختي. المهم النظافة. ألف مبروك. وجبت الرقاصة دي منين؟ لا ده جبناها من المنصورة. ألف مبروك. ألف بركة. يا أهل الواعة ما تعيوا على الشجعة. يا ستي جراتين 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 جراتين. يا سمي سايح جوة الصفايح، يا شربطات. أنت مجنون؟ إيه رأيك؟ إيه اللي أنت بتهبله ده؟ أحسن واحد في أمريكا أنا. لا لا لا، سعد الصغير بيرقص أحسن منك. يا أم عباه، أنت عايز تقند معايا وخلاص عشان أنت راجل قليل أدب وحيوان. أنا راجل قليل أدب وحيوان؟ أيوه. يا كلب اخرس، أنا بلاك. يا سكر يا معفن. أنا ما بسكرش، أنت اللي بتسكر يا كلب. ولو المية دي جت في وشي إيه اللي أدب عليه؟ المية دي؟ خد في وشك. صدق ان انت مش محترم. انا قلب يا جسمة. طب خد عنك بقى، خد في استعلك بقى، خد بقى اخويا. لا وفين؟ حرام عليك، حرام عليك، ارحمني وربنا ما يعذبك وربنا ما يوريك. اللهم اقسم بالله بكره ما اهديلك. خد على دماغك. ايه رايكم في الفقره دي؟ حاجه زباله. احنا عاجبكوش مسرح العرايس؟ ما عجبكوش خالص الفقره؟ لا 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 لا، ما عجبناش خالص. انتوا بتسكروا وبتبقوا زي القطران، مش عارف مالكوا في ايه. البسمه بقتش على وشكوا. انتوا الكوبوي الاغنياء عمركم ما هتحسوا بالكوبويات الفقراء اللي زي. انا راجل خريج تجاره بني سويف، اشتغل سواق على جاموسه والعيال تقعد تشعبط في الدل. طب ليه؟ ما انت بتكسب برضو كويس. ما بكسبش كويس، انا النهارده خليت الاجره دولار، قالوا لي ما كانت امبارح ب 75 قرش وزي الفل. طب وانت هتغلي الاجره ليه اصلا؟ في ازمه برسيم في البلد، والحكومه وعدتنا بان هي هتعمل الكروت الذكيه، واحنا بهايم ما نفهمش في الكلام ده. ده كلام. عندك حق، بس انت برضو ظروفك مرتاحة ومعاك بقرة اسود فابيض حديثة. لا 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 لا، الحكومة سحبتها مني خلاص وادتني بقرة بيضة بكرهات. ايه ده؟ دي معدات؟ لا ام قرنين. ايه ده ايه ده ايه ده؟ البقرة البيضة اللي راكنة بره دي بتاعتك؟ ايوه ريتش. ليه؟ طب اسمع بقى، البقرة بتسرب لبن، ولو عوك كبريت جه فيها هتفرتك فينا كلنا. طب انا اركن البقرة فين؟ بقرة هتركنها فين؟ في ميدان جهين. عندك حق والله. انا اللي مهموم والله، انا اللي شايل الهم من يومي. بقالي قد ايه عايش في امريكا؟ تقريبا 20 سنة، يعني تقريبا من ساعة ما فتحت وانا قاعد في امريكا 20 سنة. لفتها بلد بلد، جبتها شمال يمين، بس صدقوني ما لقيتش نفسي الا في السعودية. يا اجحلى سنين عمري قضيتها في الدوري السعودي، انا وسامي الجابر والقحتاني والدغيع. تعرف الدغيع؟ اسمه غريب قوي. والتاني ده سامي ياسر، انما اجي عند الدغيع واتنرفز. والله احلى سنين عمري قضيتها، كنا كل يوم نعمل عمره. بس خلاص انا قررت ابطل شغلانه البقر والعيال الصغيره دي. البقر والعيال الصغيره ليه الكاوبوي دي؟ خلاص
عرفت منها اشتغل شغلانه شريفه اكسب من عرق جبيني. شغلانه ايه دي؟ اشتغل رقاصه، لسه مجرب دلوقتي، وحتى بلاك عارف، ومية مية. ربنا يوفقك. اهو انتوا فقراء بس سعداء، انا معايا كل الفلوس وعمري ما كنت سعيد. راجل عندي بدل البيت بيتين وراكب بقره احدث موديل، وبرغم كل ده عمري ما كنت سعيد. ليه حبيبي ليه؟ ده انت تاجر عبيد قد الدنيا. ما هي دي مشكلتي، تاجر عبيد، كل واحد يجي يختار من عندي عبد يختارني انا ويحاسب العبد. مشكله في البشره، انا لازم الون بشرتي واخليها تبيض. تصدق انا هستخدم كريم قشطه البقره. قشطه البقره؟ انت ما شفتش ايه؟ ما شفتش ليه؟ الويسكي ده زباله. انت هتجيبها في الويسكي؟ انت ما شفتش الاعلان بتاعه ولا ايه؟ اعلان ايه؟ اعلان قشطه البقره. ها؟ الاعلان اللي بيقول اذا كنت تحلمين ببشره اكثر بياضا فعليك باستعمال كريم قشطه البقره، اذا كنت تحلمين بان تكوني مزه السنين فاستعملي قشطه البقره، اذا كنت تحلمين بان يجري خلف الجميع رعاه البقر والبقر ايضا فاستعملي قشطه البقره. مع احدى جمهور قشطه البقره، ايه رايك في كريم؟ حقا لقد استخدمته. إنه حقاً كريم مذهل، لقد كنت شكلك هكذا والآن أصبحت هكذا. نعم لقد خسرت إنشائين من كرشي وإنشائين من أردافي. لقد جربته أيضاً على زوجتي وأثارت إعجاب جميع أصدقائي. نعم. المقربين فقط. سبنا كاس بلاك. عندك ايه تشرب بلاك؟ عندي فودكا، واين، ويسكي، اللي انت عايزه. لا صب لي عرق سوس من ده. لا ده مش عرق سوس، ده برميل مخلل. يبقى نلعب كوتشينا ريتش. يلا 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 يلا, يلا ريتش نلعب كوتشينا. يلا هيصوا. وطالما هنلعب كوتشينا يبقى نلعب بوكر. وبقيت تلعب بوكر وبتشرب جون ووكر. بقيت تلعب بوكر وبتشرب جون ووكر. وبقيت تلعب بوكر وبتشرب. يا جماعة يا حبايبي اهدى. انا مش هسيبك النهاردة. يا جماعة في ايه؟ انت كل مرة الست اللي تضرب فيا. انت انتقاد يا اهدوا. انتوا رعاه بكر وبتسكروا. صلوا على النبي. الشيطان دخل ما بينكم. اقعدوا حصل خير. اقعدوا. عايزين كوتشينا؟ انتوا يا اللي قاعدين انتوا. ايوه عايزين كوتشينا. يا ريت كاتي اديهم كوتشينا. احلى كوتشينا للرجاله. ايه ده؟ كيتي؟ سيمون. كيتي اختي فتاه ليل. كل ده وفهمانا انك شغاله ممرضه يا كلبه. سيمون ما تفهمنيش غلط يا سيمون. ما فهمكيش غلط ايه؟ ده انا قفشك في بار. هو انا الاقيكي في مدرسه؟ سيمون انا بشقى عشان اجيب لك الفلوس اللي هتسكر ونلعب بيها قمار. ملعون ابو الفلوس كله الا الشرف. ما انا مش بفرط فيه. كله زي نصه يا اختي. شرف البنت زي عود الكبريت ما يولعش الا مره واحده، لكن انت عامله زي الولاعه السخان بالوقت تولعي وتطفي كتير. انا لازم اخد طريب ايدي. لا يا سيمون ما توديش نفسك في داهيه يا سيمون. انا ما استاهلش. يا حلوه يا بلحه يا مقمحه. سيمون انا باخد 5000 جنيه في اليوم. طب مش تقولي ده كلام. وساعات 250 جنيه اوفر تايم كمان. ده بلاستيك ما بيعورش. والله. لا ايه ده ده على كده حلوه جدا شغلانه فتيات الليل دي. عايزين شباب ليل؟ هبقى اسالك مدام شوشو صاحبتي الشقه. طيب خلاص يلا روح افتحي للزباين وانا قاعد هنا. سيمون خد هنا تعالى. انت في بار بلاك؟ عارف يعني ايه في بار بلاك؟ اختك دي انا اللي بسرحها. انت اللي بتسرح اختي بلاك؟ ايوه. بص شعرها حلو ازاي؟ يعني كل ده وتطلع كوافير في الاخر. وانا صغير كنت اشتغل كوافير. بص كنت عاجبك قوي. يلا سلام. يلا يا مسيطانة. ايه رايك فيا؟ لك انت شكمت. انا انت مش طبيعي. انت ازاي قدرت تقنع سيمون اخويا انه يسيبني وبالسهوله دي؟ عادي انا اقنع اي حد باي حاجه. انت خطير قوي يا بلاك. صدق انا شغاله معاك بقالي كتير قوي.
قوي لحد دلوقتي ما اعرفش انت اسمك بلاك ايه؟ بلاك بيري. ريتش انا مش شايف عينيا فيها حاجه. لا لا ما تقلقش، هي بتبتدي كده بس انا هعالجك بالطبيعه مش بالدواء. الخيار مفيد جدا للعين، عايزك تركز بقى اول ما احط لك الخيار ما تتحركش. ها حاسس بايه؟ شايف سلطه. ثبت دماغك، في مشاكل تاني في وشك؟ ودانك فيها حاجه؟ وداني وانا صغير دخل فيها تحلب ما بسمعش كويس. يا ريت تحط لي فيها بسله. لا ما هو ده غلط شائع بقى، البسله ما بتعملش حاجه، الجزر هو اللي بيعمل، لان الجزر بيقوي السمع معروف. ركز معايا. ها سامع حاجه؟ سامع صوت ارانب. يبقى العلاج ماشي كويس. في مشاكل تاني؟ بقك فيه حاجه؟ بقي في بعض الناس بتقول لي سنتك دي مكسوره. ما تقلقش، العنب مفيد جدا للموضوع ده، بس تخليه في بقك، اوعى تشيله 3 ايام. ها في مشاكل تاني في وشك؟ يبقى العلاج جاب نتيجه، وناخد البني ادم دوت ندخله في الفرن نص ساعه، هيطلع لنا طبق جميل نفطر بيه كل يوم، ويا جماله يا جماله يا حركاته يا تكاته. انت بتعمل كيكه اسفنجيه؟ يا ابني والله الحاجات دي مفيده للوش. يا عم تعالى نلعب كوتشينه، ولا نجيب الاول اخته ترقص لنا شويه. انت فاكرني بزعل؟ ما بزعلش خالص، هي اللي بتصرف عليك. مسدس ميه، انا هموتك غرقان يا تافه. ما انت برضه لازم محدش يحترمك بالذمه دي. بدله ظابط؟ لا دي بدله كمساري. والله ولا بدله كمساري، دي بدله اللي بياكل الزرافه في حديقه الحيوان. جود مورنينج جايز. جود مورنينج شريف. ايه يا ريتش؟ شريف مين؟ اسمه شارف. شارف يا عم. يا شريف انت هتمثل شريف ايه يا شريف؟ شريف دي اسم، لكن شارف وظيفه. جود مورنينج وظيفه. جود مورنينج شريف. اسمها شريف، انت ايه مخك تعبان؟ سيبكم الاسامي، صباحو عسل يا معلم. صباح الفل. هاي يا شارف ازيك؟ اتلم يا بنت اللي لبسك قضيه اداب. سيبي دوجلاس يا كتف حاله، اصل هو النهارده مش متظبط. وانت ايش عرفك بقى ان انا مش متظبط؟ هو انا اول مره اعرفك هتوه عنك يا دوجلاس. بس مين ده؟ ده دوجلاس. ده مفيش شعرايه في وشه، دوجلاس ايه؟ انا اروح اتصرف انا في الموضوع ده. بقول لك ايه يا دوجلاس، تيجي تلعب معانا كوتشينه؟ لا مش عايز العب كوتشينه. قوم يا ابني تعالى العب معانا. بقول لك لا، بقول لك مش هلعب كوتشينه. ليه ولا مش عايز تلعب يا ولد؟ ملعب كوتشينة يالا، تعالى يالا انجز يالا. مش هلعب، احنا في مصيبة. مصيبة ليه يالا؟ ما لسه يالا مفيش مصيبة ولا حاجة يالا. يا جماعة صدقوني احنا في مصيبة. مصيبة ليه دوجلاس؟ أنا كده نحس، كل ما أروح في حتة يحصل فيها كارثة. بلاك هات له كوباية مية خليه يهدى. المية مش هتعمل لي حاجة. هات له كوباية بيرة يمكن يهدى. البيرة بتدخلني الحمام. هاتوا له حقنة هوا ونخلص منه. الهوا بيدخلني الحمام. هاتوا له بامبرز. البامبرز بيجيب لي تسلخات. هاتوله بودرة تلج. عايز ايه؟ خلصنا. ما تقول يا دوجلاس بقى في ايه؟ اخلص يا دوجلاس. يا دوجلاس في ايه يا دوجلاس؟ حد فيكم يسمع عن كوشة؟ 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 دمبري دمبري جلاجولا جلاجولا. دمبري دمبري جلاجولا جلاجولا. دمبري دمبري جلاجولا جلاجولا. دمبري دمبري جلاجولا جلاجولا. هو ده كوشة؟ لا ده ابن حميدو. حد فيكم يسمع عن كوشة؟ لا. لا كويس انكم ما سمعتوش عنه، لانكم لو كنتوا سمعتوا عنه ما كنتوش هتعرفوا تناموا. ليه؟ ناموسة؟ لا يا اخويا مش ناموسة، مش ناموسة، ده واحد كان من اهل البلد هنا وسافر لف امريكا كلها وعمل مصيبة في كل ولاية دخل فيها ومطلوب في كل الولايات، يعني وانتد. لا واللي سمعته بقى انه راجع على اخر الشهر. راجع هنا على اخر الشهر؟ راجع البلد. جدا اخر الشهر يكون القبض برضه نروق له المكان ويجي ينام نومه حلوه. ده
طب وايه يعني يا جماعه؟ يعني لما هيجي هيعمل ايه؟ هيعمل بلاوي. ده راجل ما بيتفهمش غير بالقتل والسرقه، واي بلد دخلها فرض على اهلها اتوات وخد منهم فلوس. يا اختي عليه قلبص بجنيه. طب انا عندي حل كويس جدا. إيه؟ احنا نبلغ البوليس. البوليس مش هيقدر يعمل لكم حاجه. انا مش هقدر اعمل لكم حاجه. انا عندي حل احسن. احنا نهرب ونسيب البلد. لا انا ما سيبش البلد دي خالص. يبقى ما فيش غير حل واحد. إيه؟ نستنى كوشة اول ما يجي ونوطي نبوس جزمته ونقعد خدامين الجزم ونقول له احنا رجالتك يا كوشة يا ابو الكواشيش. عندك حق. ده هو اصلا كمان انا سمعت انه قتل 7 من رجالته قبل كده، يعني ممكن يقتلنا بكل سهوله. يعني ما فيش غير حل واحد بس. ايه؟ احنا نجيب حد اقوى منه يحمينا ويخلصنا منه. حد اقوى منه يبقى نجيب له ممدوح فرج. لا لا انا عارف مين اقوى من كوشة. مين؟ اقوى برك. والله بامان. اقوى منه بكتير. انا رحت وعارف. اسمعوا بقى، البنت دي بتتكلم صح. احنا نجيب واحد طيب نعمله شرير ونطلع عليه قصص واساطير مرعبه. ايوه نطلع عليه اساطير مرعبه زي اسطوره بكار. مثلا. طب احنا دلوقتي لو جبنا واحد وطلعنا عليه اساطير، فرضا جوشه ما صدقش الاساطير دي واحنا بس اللي صدقناها، يبقى احنا كده عملنا 2 يفلقونا نصين. نصدقها ازاي اذا كنا احنا اللي هنالفها اصلا؟ المهم هنجيب الوجه الجديد ده منين؟ ده لازم يكون وجه جديد محدش يعرفه خالص. يبقى نجيب وجه جديد. برافو. ونجيب جنبه نجم ونجيب رقاصة وننزل الفيلم في العيد الخلطة السكية. معروفة ملايين. يا جماعة أنا خلاص أنا ما بقتش. ما بقتش إيه؟ ما بقتش حمل جرح. أنا ما بقتش أستنى فرح. أنا ولا سنة يا حبيبي على الليالي قادر. بس خلاص كده مش هكمل. هي حتة بس ما مش عارف غير دي. المشكلة بقى هنجيب الشخص الطيب ده منين؟ عندي. مين؟ عندي عبد اشتريته، عبد مكسيكي، لسه جايبه من مصر حالا. جبته هنا بيحمي لي الخيل وبيروق الدنيا كلها، وأحلى حاجة فيه لا حد شافه ولا حد سمع عنه. أجرته. الله يكسفه، غيروا الموضوع. احنا نعرف اسمه بس لكن ما شفناهوش خالص. البرتو ده ولد طيب قوي، بيحب اي حاجه بمجرد انه يشوفها. مجرد ما دخل الاسطبل حب الحصينه، حب حدوه الحصان، حب التب، حب المكان، حب الشباب، حب العزيز. اي حب في الدنيا. ده اغرب حاجه حبنا انا شخصيا. بس انا سمعت انك بتعامله معامله وحشيه، معامله قاسيه جدا. دي كلها اشاعات يا حبيبي. انا بعامله معامله العبيد مش اكتر. هو البرتو، البرتو هو اللي هيواجه كوشة. احنا نخليهم يواجهوا بعض. ايه رايكم؟ انا موافق. هو البرتو ده، وطالما خلاص لقينا الحل اللي هيوقف كوشة عند حده، يلا نحتفل يا جماعه. يلا احتفال. بقول لك ايه؟ ايه؟ عايزك في موضوع. امرك يا باشا. عايز عبد كده ولا 2 يخدمونا في البيت. حظك حلو، لسه جاي لي طلبيه عبيد من الجمرك تحفه. نفس البق المعفن ده قال لي كده المره اللي فاتت، خدت العبد مع اول غسله وبر. والتاني شاط من هنا. ما انت برضو يا باشا ما تتكش عليه بالمكوى. اسمع مني، انا في عبد كنت جايبه ليا انا هشيلهولك. عبد ايه؟ بخطين اسود فابيض، حكايه تحفه والله. ده اكيد صيني يا باشا. ثق فيا بقى مره، انا بعت عبد في مصر نزل قلب الدنيا. العبد؟ فاتح محل حلويات في المولد النبوي وبيكسر مصر. والله. اهم حاجه البرتو ده ما يطلعش مضروب زي الحاجات اللي بتجيبها. البرتو ده احلى عبد جبته. البرتو يا اختي عليه. كلبس بجنيه. طالما لقينا البرتو يبقى نحتفل. انا ده رايي. احتفال احتفال يا جماعه. يلا احتفلوا. شارب كاسين ودماغي مظبوطة، واحد فراولة والتاني قوطة. عمرو الجزار ولعها نار. عمرو الجزار ولعها نار. صحيني عمرو الجزار. هي ولعها نار. هي عمرو الجزار. بس اسكت، في خبط على الباب. استخبى
بس تخبط. يا ترى مين جاي السعادي؟ مين بيخبط على الباب؟ افتح افتح. انا مورجان. تليفونك دلوقتي. افتح انا مورجان. مورجان مين؟ يعني اكون مورجان فريمان. افتح. عمري جزار ولع نار. صحيني صوحني ولعها شعل الهجر بكسد ودماغي مزبوط. بس ادخل يا مورجان الباب مفتوح. ايه يا جماعة سايبين الباب مفتوح وعاملين مهرجانات؟ ده احنا كده ممكن نتمسك. مش هنتمسك الدنيا ليه؟ محدش صحي اصلا. المهم دلوقتي انا جبت البرت واقف برا وحفظته كل حاجة بس هو خايف طح. ها مش مهم يكون بيخاف، بكرة قلبه يجمد، المهم يكون بيعرف يضرب برصاص. لا ما بيعرفش. مش مهم يكون بيعرف يضرب رصاص، بكره نعلمه، المهم يكون بيعرف يضرب بالبواني واللكاميات ويمسك سنج ومطاوي. لا ما بيعرفش. مش مهم يكون بيعرف يضرب ولا يشلت، المهم يكون بيعرف يشتم الفاظ مش كويسه. لا ما بيعرفش، ده مؤدب جدا. يعني ولا بيعرف يضرب ولا يشلت ولا يشتم، مش مهم، مش مشكله، اهم حاجه يكون بيعرف يجري. يكون بيعرف يجري ليه؟ يجري، ما لو ما جريش هيموت، فيجري احسن. صح صح، انا دخل لكم البرتو. البرتو دمبري دمبري جلا 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 دمبري دمبري جلا 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 جلا. هو علم يلعب. هو ده البرتو؟ لا البرتو ايه يا جماعه؟ مش هو ده طبعا. انا هدخل لكم البرتو. البرتو ايوه يا معلمي. ايوه يا معلمي كده كوشه استلم البلد. يا البرتو خش جوه. اخش جوه بكل قوه. يخش جوه بكل قوه، ده كده كوشه استلم كوكب الارض. ادخل يا البرتو. ايه بقى المشيه اللي انت عملتها دي؟ ها ايه رايك في مشي الصيع؟ ايه رايك يا باشا؟ لا لا حلو جدا. هو ده البرتو؟ البرتو. ايه ايه في ايه؟ انتوا مش عارفين ولا ايه؟ لا ايه اصلا، انت ما قلتلهمش يا معلمي؟ عايزهم يشوفوك بنفسهم. يا سلام يا سلام. وبص كمان مديني ايه؟ مديني مسدس. ايه ده؟ ايه المسدس ده؟ لا لا ده مسدس حقيقي. ما انا عارف. ايوه من اللي هو بيموت. مش عايز انا، ما انا عارف. ايوه من اللي هو بيموت. ما انا عارف. طب جرب واحدة. لا مش عايز اجرب. انا هدوس كده على الزينات. ها هيطلع على طول. هو اللي هيطلع يا سيدي؟ والله هتتبسط اما تموت. هتتبسط يا عم. مش عايز اتبسط. هتبسط ازاي بعد ما اموت؟ تصدق؟ هقول لك ازاي. بص لا مش عايز اعرف. ماشي خلاص. يعني انا لو دوست على البتاع ده ممكن يطلع طلقة؟ ايوه يا سيدي هيطلع. ما هيطلع عصير قصب. طيب يعني حد عايز حاجة؟ لا مش عايزين حاجة. طب يا اصل انا بوريكوا ان انا معايا مسدس. حد ياخد منه الزفت ده؟ هاتوا 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 البرتو. ايه؟ ما تخافش. مش انت اللي مدوني؟ اه انا معلمي. انا ما تخافش. طب ما نلعب شويه وانت شويه. بص والله مش هتحس بحاجه. ما تخافش. اصل انا نفسي اجربه والله. لا لا جربوا على اللي هناك ده. تعالى تعالى. يا والله انت تخين مش هتحس. اذا انت عايز طلقتين. امان. جاهزين؟ احنا جاهزين. انت جاهز؟ انا جاهز. عايزين تعملوا ايه؟ عايزين تعلموني حاجه ولا ايه؟ ايوه عايزين نعلمك دلوقتي الدرس الاول. علمه الدرس الاول. الدرس الاول مفيش. ايه يلا علمني. ما انا هعلمك. هم اللي بقول اهو الدرس. يلا انا جاهز. خلاص وانا جاهز. انا كمان. انت كنت ناسي. هقتلك. يلا الدرس الاول. ايه يا البرتو؟ انا جاهز اهو. الدرس الاول مفيش مجرم ما بيشربش، وفي نفس الوقت مفيش مجرم بيسكر. ايه الكلام الملخبط ده؟ تشرب خمره؟ اشرب خمره؟ انا اشرب المحيط يا عم الحاج. ده الدرس الاول. تعالى ورايا. يلا يلا. خمره ايه ده؟ ده ايه ده يا عم؟ ده انت كنت مقعدني في الزريبه. ده البلد مليانه حاجات حلوه قوي، والترابيزات الحلوه، وايه ده تفاح. يا يلا تعالى فرجني. تعالى يلا سكرني سكرني. عبيلي عبيله.
عبيلي عبيلو. عبيلي عبيلو. عبيلي عبيلو. عبيلي عبيلو. عبيلي عبيلو. شريف ما بلاش عبيلي. خد احر بقى. ايه الاخبار؟ تمام ولا اي حاجة خالص؟ الحقوا بقى اكب عليه جردلين مية يا جماعة. حد يجيب له قهوة عشان يفوق. لا هاتوا له لبن بخيره. ده مش قدامه اقل من اسبوع عشان يفوق. قدامي اسبوع عشان يفوق ده يكون جوشة جه فلقنا نصين. احنا كده رحنا في 60 داهية. ايه مش فاهمين ولا ايه؟ حلق يا حلق عندك اسناده بخشب. امسك بس 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 عمري قصر ولا هنا وسعني كده. اتفضل يا سيدي خد. لا 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 ده هيفوق. لا 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 انا بلاك اسمع مني. يا ده كويس قوي. ده كويس قوي البتاع اللي انا شربته ده. ها مين اللي انتوا هتموتوه بقى؟ ده لو بقى دخل شرب مع كوشة هيعمل ايه ده؟ هيعمل ايه؟ ما تقلقش خالص. يقعد يشرب مع كوشة واديله كاس من اللي بيفوق، لكن كوشة مش هديله، عايزه يتطين ب60 نيلة كوشة. طيب كويس. البرتو. نعم. بص يا البرتو، بتعرف تضرب بني ادمين؟ اه طبعا بعرف اضرب بني ادمين. طب يلا ها اضربني باللكامية في وشي. ما بلاش ادي باللكاميه بقول لك في وشك. اصل انا لو ضربتك بايدي دي وجت في وشك ده ممكن وشك يورم. انا عايز اورمه. اديني باللكاميه في وشك يا عم. بلاش يا عم. ادي يا البرتو. ضعيفه ضعيفه يا البرتو. ادي واحده اجمد بكتير. ما بلاش ادي بس اضعف من اللي قبلها. ادي واحده حلوه يا البرتو. ها ده ضرب جامد ضرب جامد وكلكم سكتوا. ضربتي تحت بيتنا وكلكم ما حدش يتكلم. انا ضربتك الناحيه دي انت ماسك الناحيه دي غلط. ضربتي جامد يا ولا. بس يا ولا يا ولا في ايه؟ انا بضربك يا ولا. ضربني يا ولا في ايه؟ مش كده يا عم الحاج؟ مش كده يا عم الحاج؟ ايوه المفروض كده. شغل قال اضربني. ايوه هو اللي عنده حق والله. خلاص يا جماعه دي مش خناقه. كوشه لما هيجي مش هيقف قدامك ويقول لك اضرب. لا اضرب. الناس اللي عايزه تتضرب دي ما بلاش. اضرب. لا لا دي دي لا دي لا. ليه؟ تمام دي حلوه قوي. لا دي مش حلوه والله. حلوه يا بجيب من الاخر. وربنا ما حلوه. لما يجي كوش اعمل فيه اللي انت عايزه. طب وانت لا ليه؟ انا ما ينفعش ما ينفعش تعمل كده معايا. انت كان قصدك ايه؟ مش قصدي حاجه. انا كان قصدي تمام تمام. كوش هيجي قدامك مش هيعمل كده. ده انت ما بتعرفش تتعارك. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ لا 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 ما تقلقوش خالص. بلاك دايما عنده حل لاي حاجه. احنا مش هنخليهم يتخانقوا اصلا. هنفتعل خناقه ما بيننا نخلي البرتو ياكلنا علقه يمرمط بينا الارض هنا. طبعا كوشا لما يشوفه بيضربنا هيخاف منه. يا عم هو بيعرف يضرب. مش مهم يكون بيعرف يضرب، المهم احنا نعرف نتضرب. افهم بقى. ماشي هنمثل. ماشي يلا يلا اضربنا. يلا اضرب اضرب اضربكم. ها جراد التووة. ده فيش حد مالي عينيكوا ولا ايه يا التووة؟ لا انتوا مش عارفين انا مين. انا البرتو. البرتو اللي اي حد يموت من ريحه تيشيرته. اضرب بسرعه خلص الكلام وخش على الضرب. ايه بص الحدود دي ما حدش يعديها. اللي عنده حدوده هقطعه. ده انا البرتو اشهر واحد. يا ده انت وهو اضرب بقى يا البرتو. خش في الضرب يلا. ده انا البرتو اللي خلقه ده اللي ده خلقه لا
مملح باين ولا ايه؟ فزود سكر ولا ايه؟ مساء الخير. مساء النور. مساء الصحة. الحمد لله. اهلا طوال يا صبر صبصب قلوب الصبايا المتصبصبين. جراد انتوا مش عارفين انا مين ولا ايه؟ يا عم اضرب بقى. ما لازم الدخله الاول كده عشان اخده الاول. اضرب اضرب اضرب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفين انا مين ولا ايه؟ حلو قوي كده. شفتني قوي. شفتني وانا عامله كوره؟ خدت بالك؟ يا لا 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 ده كده ده كده بقى زي الفل. ده لما يتعلم ضرب النار كده هينفخنا. ده قدامه شهر اما يبقى كويس. ده انا يا لهوي. نعم. حاجه ولا ايه؟ قدامك شهر ده كوش هينيجي هنلحس له الجزمه بسبب انت عايز تقول ايه؟ انا مش فاهم. خلاص احنا كده فاضل لنا حاجه واحده. احنا نطبع الصور اللي قلنا عليها ونبدا نحكي في الاساطير والحكايات اللي اتفقنا عليها. تمام تمام. بقولك والنبي يا اسطى وانت بتطبع الصور اعمل لي صور زي دي اللي هي بتاعت وانتد. بتاعت ايه؟ وانتد. وانتد هو مطلوب. وانتد وانتد. حاضر هعمل لك وانتد. تعمل لي اتنين. ماشي. واحده وانتد وواحده وانتد. طب ايه وانتد دي؟ يعني ايه الصغيره؟ اسمع البرتو. البرتو. نعم. انا عايزك تبات هنا. مش ما ينفعش حد يشوفك. ابات هنا اهو. ابات هنا في المكان الحلو ده. ايوه البرتو بدل الزريبه مع البهايم. شوف لنا الباب بره عشان نخرج دلوقتي لا يكون حد باصص علينا. حاضر. يلا حاضر. يلا تعال. ها ها. يعني بص الناس كلها بره مستنيين وباصين لباب البار. لا 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 مش عايز اي قلق. بلاك دايما عنده حل. نخرج من الباب الوراني. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. ياه انا ازاي ما خرجتش من الاسطبل الفتره اللي فاتت دي كلها؟ يا ده البلد فيها حاجات جميله جدا. هو ده هو ده هو. وكمان سوداني وكمان البرتو. مين البرتو؟ برافيرو. ماما. ماما ايه؟ هو انا جايبه لك الرضعه؟ ماما الوحيده اللي كانت بتقول لي برافيرو. خلاص اعتبرني ماما يا حبيبي. هو انت مين؟ انا ماري بشتغل هنا في البار. تشتغلي في البار ايه؟ بشتغل فتاة ليل. الله دي شغلانة حلوة قوي. فتاة ليل. شغلانة حلوة ايه؟ انت عارف يعني ايه فتاة ليل؟ ما اكيد في فتاة ليل وفتاة نهار. انت فتاة ليل بتشتغلي بالليل، فتاة النهار بتشتغل بالنهار. يا سلام. وبتسهري عشان تبسطي الناس. يا سلام. حاجة زي كده. بس ثواني عشان في واحدة صاحبتي عايزة اعرفك عليها. يا كيتي يا كيتي. دمبري دمبري جلا 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 جلا. دمبري دمبري جلا 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 جلا. او علم يلعب. هي دي صاحبتك؟ لا اكيد مش هي. تعالي يا كيتي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده صاحبتك حلوه قوي. انت فتاة ليل برضو؟ ايه ده انت عرفت منين؟ لا بيبانوا يعني. بس احنا بالليل يعني فانت اكيد فتاة ليل. يا ممكن اتفرج عليكي؟ ايه ده انا اول مره حد في حياتي يستاذني عشان يتفرج عليا. كل الناس بتحلق فيا عادي من غير ما تاخد اذن. لا انا لازم استاذن طبعا الاول.
ممكن انا ازاي ما خرجتش؟ ازاي ما خرجتش الفتره اللي فاتت دي كلها؟ ازاي؟ البرتو انت عارف انت جاي هنا ليه؟ انا والرجاله اللي موجودين دول كلهم هنروح نحارب واحد اسمه كوشا ونضربه عشان هو مفتري وجاي عايز ياخد الفلوس بتاعت البلد، صح؟ صح. هو انت فعلا هتحارب كوشا بس مش مع اهل البلد، انت هتواجهه لوحدك، هم مش هيقفوا معاك. وبعدين انت غلبان قوي عشان تواجه كوشا لوحدك. ولا يهمني، لا ده احنا جدعان قوي. لا 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 انت فاكره ده احنا من القصيرين. لا عادي يعني. لا يا البرتو، ما هي مش بالبق، كوشا ده قتال قتله وممكن يقتلك وهو مش واخد باله. المهم ان انا اخد بالي عشان لما اموت حد سالني قال لي انت مت ازاي، هقول له مش واخد بالي. لا ما ينفعش طبعا. اسمع يا البرتو. نعم. قولي لي يا برابيرو. اسمع يا برابيرو. ايه القرف ده؟ بص يا البرتو، احنا نعرف ساحر هندي جبناه دلوقتي عشان يعمل لك تعويذه تحميك من شر كوشا. لما يجي اسمع كل كلامه. ساحر هندي؟ ده جبتوه منين؟ من الهند. غريب قوي. لما يجي اسمع كل كلمه هيقول لك عليها. اوكي ماشي. اوكي ماري. نعم. انده الساحر. حاضر. يا راس الطائر الازرق المحلق فوق السماء الابيض المليان بالمطر المتراكم. مين اللي بينده على راس الطائر الازرق اللي بيطير فوق السحاب الابيض المليان بالمطر المتراكم؟ انا ماري. تعالى. وايه اللي فات ده كان اسمي؟ لا ده اسم الدلع. هو انا فاضي عشان اديه باسمه كله؟ تعالى بسرعه. فين الراجل اللي انت عايزين تعملوا له التعويذه؟ ده عبيط يعني. اتنين فتيات ليل ومعاهم راجل، يبقى فين الراجل يعني؟ اهدى ايها العجل المندفع. الله 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 الله، ده جاي يغلط فيا ولا ايه؟ ده مدح، هم الهنود كده بيحبوا العجل وبالذات لو كان مندفع. انت يا ادرى بقى، يعني هو بيحب اما يقول لي عجل يبقى ده كده مدح يعني؟ نعم نعم ايها الجاموسه الهبله. مرسي كلك ذوق. ايها البقره الحلوب. ياوي. ايها الحمار المخطط. فكسب فكسب. ايها القرد اللي على الشجر. كفايه يا بوت. انك لطيف ولك صوت نهيق متميز وانك حيوان. طيب نبدا الشغل بقى. اتفضل يا حيوان اتفضل. طيب شكرا. اوعى حد يخاف. في تعبان بيطير. وبعدين جاء داخل لنا بالبخور، عامل نفس الشكل بتاع البخور هنا اهو. اولع لك هنا؟ لا لا ركز معايا بقى. حاضر. هعمل لك التعويذه وربنا يستر. ربنا يستر. ماشي. أميتاب باتشان، شاروخان، كيم كارداشيان، كيم كارداشيان. تعويذة مش راضية تتعمل. طب ايه اعمل لك ايه؟ لازم احضر لك روح طيبة. احضر ماشي. روح طيبة كده وقمر. الله يخليك. اصبر بقى. حاضر. عيد ميلاد جرحي أنا، عيد ميلاد جرحي أنا، عيد ميلاد.
الله اكبر عليك، بحبكم كلكم، الله اكبر عليك. جمال جدا، ربنا يخليكم، ربنا يبارك. ده عفريت، انا بقالي 20 سنه بحضر عفريت، عمري ما طلع لي واحد. ايه ده؟ انت قعدت تلعب في الراديو طلع لنا الاستاذ هاني شاكر. استاذ هاني شاكر؟ ايوه انا عفريت الاستاذ هاني شاكر يا حبيب قلبي. اهو اطيب واحد في الدنيا كلها اهو، هيدبس لنا كل حاجه. استاذ هاني شاكر، انا بسمعك من زمان قوي، انا بسمعك من وانا في بطن ماما. ربنا يخليك. ممكن تمدي لي هنا اوتوجراف؟ اكيد طبعا اكيد، اتفضلي. اهلا وسهلا. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك جدا. انت بتحبني؟ هو انت لسه بتسالي انت بالنسبه لي ايه؟ انت يا عم العفريت انت، احنا لينا طلبات ممكن نطلب يعني وكده. انت ليك عندي ثلاث طلبات يا حبيب قلبي، بس عشان انفذهم لك وبما ان احنا في رعاه البقر يبقى لازم تغني لي حاجه انجليزي. غني لي. طيب حاضر. تغني حاجه انجليزي؟ لازم. اتفضل. وحشتني نمبر اوف ستار اوف سكاي اي ميس يو نمبر اوف وورد اوف لافر اي ميس يو ان افري داي 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 افري داي وكم تو تشنج دريم تو ترو كم 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 I'm afraid tomorrow يفرقنا and you my lovely ما صدقنا you back to me say to me I miss you. يا استاذ ثاني اهو ما شاء الله. الله اكبر عليك. نطلب يعني وكده وخلاص؟ لا ما ينفعش. هو مين اللي هيتعمل له التعويذة؟ انا حضرتك. يبقى لازم تقول لي حاجة. اقول لك حاجة؟ لازم تقول لي حاجة. انا كم... لازم هنعمل ايه؟ قول لي something اي anything قول لي something اي anything say I love you say I hate you say we may say we may make she anything only want you only sold you بس قول لي anything يا حبيبي. انت مين؟ انا عبد الحليم حافظ الله يرحمه. انا بسمعك من زمان، انا بسمعك من وانا في بطن ماما. انت عملت كل حاجه وانت في بطن امك؟ طب تمام كده يا استاذ. استاذ هاني شاكر طبعاً. ايه الاخبار؟ طيب أمور تطاع. تعالى بس عايزك حاجه. عايز مخدرات؟ عايز حريم اجيب لك حريم؟ طيب ولا ايه؟ اسكت يا عم. عايز ايه طيب؟ المصل السحري بس، المصل دوت الخطير اللي بيعمل حاجه ما نزلتش بيه النهارده. صح. كلموني هم، اتفضل. جبته لك اهو. ايه ده؟ هو ده؟ يا نهار ابيض. ده جميل. ربنا يخليك. ميرسي يا استاذ هاني. ربنا يخليك. هتروح على فين؟ انا رايح صوت الحياه بقى، عندي تصوير هناك. طيب يلا. رعاية الله. تعالى بقى هنعمل احلى تعويذه في الدنيا. طلع اهي مجنون. تمام يلا التعويذه السحريه. احنا رحنا السيده ولا ايه؟ الله حي الله. البرتو ايه ده؟ هو مات؟ لا، بكره الصبح تدوله رشتين من بتاع دوت، بعديها هيبقى تحت حمايه الارواح الطيبه الشريره، وساعتها هيبقى اقوى واحد، بس بشرط لازم حد يستفزه، اللي هيتخانق معاه لازم يستفزه، وساعتها محدش هيقدر عليه.
يتوما. سيبا سودا كوشا لما يجي هنعمل معاه ايه؟ دي مشكلة كبيرة قوي. دمبري دمبري يا جدع انت عايز مننا ايه؟ عايز مننا ايه؟ ده حاجة غريبة قوي. عايز مننا ايه؟ دمبري يا جدع اسكت بقى. جلاجوليا ريتش. ايه يا ريتش هنعمل ايه يا ريتش؟ الخطه دي لو باظت ايه اللي هيحصل ريتش؟ هننزل نلحس جزمه كوشا وهتبص الجزم ونقعد خدامين الجزم بسببكم. لا 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 ريتش، انت طول عمرك متفائل وفي بسمه امل في وشك، ان شاء الله الخطه هتنجح. يا جماعه ما تقلقوش، انا شفته في التدريبات كان مركز قوي. لا 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 بس هو كان فاشل جدا. طب كويس جدا، يعني خلص كل الفشل، ما قداموش غير انه ينجح خلاص. صح. كوشا وصل، كوشا وصل، الحقوا الحقوا كوشا وصل. دمبري دمبري جالا جول جالا جول. دمبري دمبري ده ايه ده؟ جمبري ايه وليلت ايه؟ انا ناقص هم، انا ناقص هم. اهدى بس اهدى، مش كفايه اللي جاي هيموتنا. عازم الحاجه عبوس. اهدى كوشا وصل. اهدى ده كوشا. ساكتين ليه؟ عشان مش عارفيني ولا عشان خايفين مني؟ مش ده رفيع بيه؟ اخرس يا بكس. لا خلاص، احنا ما بقيناش نخاف منك. اذا كنت انت قوي ففي اللي اقوى منك وهو ربنا. لا عليه العود ومن العود. انا قلت البوز جزمته، انا قلت البوز جزمته. كنتاكي كنتاكي KFC يعني كل فراخ سخنه. كوشا كف وشين يعني كل واشكل. احنا واقفين في كويدر يا هبل انت. كوشا كوشا المجرم الجبار يعني دوس على الزرار وارفع الشعار، يعني كل ولايه وليها محطه الا تكساس وليها مطار. كوشا كوشا المجرم الجبار، 60 عمليه قتل في ولايات مختلفه، 70 عمليه سطو مسلح، 50 عمليه قلب مفتوح وزاعه قوقعه. قلت لك يا حيوان اللي بيني وبين ربنا ما حدش يعرفه. في ايه؟ الناس هيقولوا بنرأيها ولا ايه؟ اسف اسف. كوشا يعني سفاله، يعني وضاعه، يعني قله ادب، يعني تحب تموت ازاي؟ عادي ولا سبايسي؟ او 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 او. قلت لك ما بحبش السبايسي يا كنتاكي. كوشا المجرم الجبار. ما خلاص يا عم كنتاكي، في ايه؟ الراجل قال لك ما بيحبش السبايس يا اخي. ايه كنتاكي ما تخلف وشك حبه كاتشب يا اخي. انا ما بتكلمش كتير، املاتكم وفيسبوكاتكم وفلوسكم وذهبكم وغياراتكم. ازيك عامل ايه؟ السلام عليكم. ازي حضرتك؟ يكونوا جاهزين قدامي خلال ساعه عشان اسيبكم احياء ترزقون. يا لهوي فين الزفت البرتو؟ مش عارف هو هيكون مضى للاهلي. صحيح، انا سمعت ان في عندكم واحد شرف كانت اغانيه مغرقه. ايه اغانيه كانت مغرقه برنامج انا والنجوم وهواك. كان بيسليني الصراحه، طول ما انا ماشي في الطريق ما كنتش بخاف من حاجه. كوشا يعني ما بيخافش، يعني ما بيتهددش، يعني دوس على الاورج بحنيه وسمعني ليالي الحلميه. لا 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 ل
بقول لك ايه يا حسن، كام انت؟ احنا مش واقفين في دار الاوبرا هنا. انا هخرج اشرق البنك اللي على الناصيه، تمام؟ ربنا يوفقني واشرقه وارجع لكم تاني، ارجع الاقي كل الحاجات اللي طلبتها جاهزه. يلا يا كنتاكي. كنتاكي انا هقفل لك فرع المعاد، كلت منه دينر بوكس وجع لي معدتي امبارح. على فكره انا كريسبي، يعني لحمي ناشف قوي. اتكلوا على الله. استنى عندك يا كوشة. ايه دي؟ ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ حلوة داخلة داخلة. ظبطت بالظبط. انت بقى البرتو؟ انا البرتو الشهير ببرابيرو. ايه القرف ده؟ انت هتسحبني ولا ايه؟ انت صاحبي؟ ما تنزلش معايا. ايه؟ ايه؟ انت ازاي يعني داخل هنا وعمال تقول فلوسكم؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده مفيش رجاله هنا ولا ايه؟ الله، سمعت عنك كتير يا برابيرو، بس اللي يسمع غير اللي يشوف. وانا ما بحبش اسمع، انا بحب الفعل. قل لي يا برابيرو. نعم. سرعتك ايه في ضرب النار؟ مش مهم السرعه، المهم الدقه. تصدق صح؟ صح والله، المهم الدقة. ماشي يا برابيرو، بس اللي قبلنا قالوا ايوه اللي يلعب الدح ما يقولش يح. ايوه انا مال، انا هو اللي شتم مش انا. يعني صلى على، انت ايه هتحط التفاحة دي فين؟ ايوه حطها على راسي. طب والنبي حط العنب في التلاجة عشان ما يبص. انت واقف عند فرغالي يا؟ واقف عند فرغالي انت؟ واقف. يا كوشة دي تقوس الضرب. تقوس الضرب تعمل ايه؟ يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس. بسم الله. سمير. ايوه. انتوا بتتكلموا؟ بتتكلموا ولا ساكتين؟ انتوا مخبيين عني حاجة. ايه يعني؟ عادي يعني. سمير. عادي. هو انا فار تجارب هنا؟ استنى بس، اثبت اثبت اثبت. خليها في ايدك. امسكها في ايدك. ما تاكلهاش، امسكها في، حطها جنب القلب هنا، جنب القلب هنا كده، واوعى صباعك ده عشان ما يتعورش. ايوه كده. استنى، شايف التفاحة دي؟ أيوه شايف. ها؟ شايف. إيه ده؟ ما تعرضهاش والنبي علينا. يا كوشة. إيه؟ من مرعب بس وبتاع. من امبارح الهوا جه في عيني. غمض عينك. ها؟ يلا. شايف التفاحه؟ شايفها. لا مش شايفها، انت مغمض. شايف التفاحه دي؟ ايوه شايفها اهي. كيف؟ بص انا مسافت منها قد ايه، وبص انا مغمض ازاي. ايه ده؟ الاتنين راحوا. الاتنين راحوا. ها؟ ايه رايك؟ لا دم دفحت ايدي. دم دفحت. ولسه كمان، لسه كمان افرجك. شايف الكوبايات اللي على البار دي؟ ايوه شايف. ها شايفها كويس؟ شايفه. اول كوبايه. اي. الثانيه. الثالثه. ها ربطينهم بفتل وبنشدوهم. ليه احنا مجهزين كل حاجة؟ شايف ازازة الخمرة اللي هناك؟ لا مش مظبطينها دي. ولسه كمان، ده في حكايات مرعبة عني هم مألفينها يحكوا لك عليها دلوقتي. ها عايز حاجة ولا ايه؟ مش تعزمني على حاجة؟ ها
تحب تشرب خمرة؟ أنا ما بشربش خمرة وأنا بشتغل عشان أركز في شغلي. ما شاء الله ربنا قويك. الحمد لله. يعني أنت مش هتشرب معاها خمرة؟ لا أنا ما بشربش خمرة لأن لو شربت خمرة هتجنن عليك فارتكك في بعضي. تفرتك مين يا عم وأي كلام وخلاص؟ لعلمك أنت هتشرب كاس وأنا كاس، بعد كده أنا هاخد البتاع اللي بيفوق وأنت تقعد تكمل. مش قلت له كده ولا إيه؟ ما ينفعش نقول له. بقول لك إيه؟ أنا خارج أسرق البنك اللي على الناصية عشان الساعة دلوقتي 2:15 والبنوك بتقفل الساعة 2، أروح أسرق وأرجع تاني. هو أنت رايح تفك وديعة؟ أنت رايح تسرق مقفول زي مفتوح يعني؟ أنا ليا كده طقوس في شغلي بحب أعمله. ماشي يا عم الطقوس، ماشي. أرجع ألاقيكم جاهزين الحاجة، ماشي؟ وبالنسبة لك أنت يا برابيرو، أنت عجبتني، يا أخي بقول لك إحنا مش أصحاب، ما تقابلني على القهوة بالليل، في إيه؟ مش أصحاب يعني لو أصحاب نعمل كده عادي يعني؟ عادي أصحابك بيعملوا معاك كده طول الوقت؟ مش كلهم. أنت بالنسبة لك رفعت عني كتير يا برابيرو والله. بس لو حابب ما تهديد في تهديد بس لو حابب اتعيش 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 وما تتجدلش وما تتجتلش على يد ما تتجتلش وما تتجتلش على يد كوشة التاوى التاوى يا برابيرو التاوى. قوم يا انت بتبص لي كده ليه؟ انا اسف اسف ايه؟ انت متخلف ياد؟ انا اسف. استنى خد ده معاك خد ده معاك. مالي ده باخده بيجي ورايا دليفري ده تعال. يعني ايه؟ تعبنا راح في شوية تفاح؟ نهار اسود ومنيل. يعني خلاص ده ما خافش منه خالص. انا الحق بقى استخبى عند ابن عمي في تكساس. يا جماعة ايه الخوف اللي انتوا فيه ده؟ ايه الرعب اللي انتوا فيه ده؟ يعني انا اللي جاي جديد عليكم في البلد ومش خايف وانتوا اللي مرعوبين؟ معقولة؟ معقولة؟ انت اصلا مكانك مش هنا، مكانك في الاستابل مع البهايم. انت حمار. ايه ده؟ انت بتقول انا حمار؟ انت بتنرفزني. انت بتقول انا حمار؟ بيقول انا حمار، بيقول انا حمار. مالك؟ شد عضل بس. ايه ده؟ انت عملت كده ازاي؟ ازاي ده حصل؟ انا ما بتنرفز ما بشوفش قدامي. طب يلا يلا يعني اي حد ممكن ينرفزك بيحصل ما كده؟ بشوفش قدامي بضرب سيمون. واحد اتنين تلاتة اربعة الخمسة بتيجي في رجل اللي قدام على طول. سيمون يلا نرفزها. سيمون يلا. سيمون ايه؟ هو انا سيمون المطربة؟ لا طبعا مش مستغنى عن ركبي. انت كل حد عايز يعمل اي حاجة كلها على بلاك. خلاص يلا ترفز مني. انا بنرفز اهو. انت طيب؟ انت طيب يا بلاه. لا مش طيب، شرير انا. يلا يلا والله طيب. لا شكلك يلا انا شرير. يلا ترفز مني. مش عايز ينرفز نصلي. طب يلا بقى يا حيوانه بتاع البايم يا حمار. حمار هتشول حمار. العتبه جزاز وسلم نايلون. هو احنا واقفين حراس مرمى؟ مالك؟ جالي شد عصبي. الف سلام. ايه ده؟ ازاي كده؟ ازاي؟ انت كنز، انت ثروه. بقول لك ثروه؟ ثروه مين؟ ثروه حاجه حلوه. انت حاجه حلوه. اول ما يجي كوشه هتضربه بالنار. تمام تمام. بس لازم ينرفزني الاول. هينرفزك واحنا هنساعدك. ماشي ماشي. يلا فين كوشه؟ هيجي اكيد دلوقتي. يعني فين هو؟ ما جاش ليه؟ هو زمانه بيسرق البلد. يا عبد سلام. انا يلا كوشه. يلا يلا كوشه. يلا 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 كوشه. يلا مالكش دعوه بالبلد دي. البلد دي تتكل على الله وتخرج منها كده اهو بدل ما ايه اشقلطك هنا. ده انت بقى اللي بقيت تتكلم عنيهم. عنيهم؟ انا بتكلم عنيهم. عايز حاجه ولا ايه؟ ده انت بقى البرم اللي فيهم. انا البرم اللي فيهم ولو ما سبتش البلد دي بالطبنجه وهضرب في السقف. تضرب في السقف اهو. نرفز. اعمل ايه؟ عصابه. هو بيكلمك كده ازاي يعني؟ ما عصبنيش. ما انت هو يعصبك انت تنرفز غل. ما جاش فيه عشان كده. طب بقول لك ايه يا البركه؟ انت عصفوره. اوبا قال لك عصفوره. اوبا ايه عصفوره؟ دي حلوه انا بحب العصافير. بتنرفز يا عم؟ تنرفز. ما دي ما بتنرفز. عصفوره ايه يا عم؟ او فرخه. فرخه؟ انت مشترك في نادي الصيد ولا ايه؟ فرخه ايه وعصفوره ايه يا عم؟ او بطوطه. يا
ده جاي من ميكي بطوطي ايه او فلوطه مش راضي ينرفزني اعمل له ايه اتنرفز ما هو مش راضي ينرفزني او تمساح تمساح شفت بقى بس ما بيتضايقش تمساح يعني ذكاء لطيف جدا بيمشي طول الوقت عمال يعمل بقه كده لطيف جدا يعني او عنده اسهال تمثال عنده اسهال تمساح عنده اسهال ايه ده قرف ده كبريت انت اتلسعت ازاي عامل كده يا كنتاكي ده شيء الخلطه او 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 عرفت انا ممكن اعمل ايه اللي جايه بقى يا معلم واحنا مليناها خلاص ها لا اللي جايه ان شاء الله هتبقى اعلى شويه في قلبك هنا لا ابوس ايدك خلاص يا معلم برابير انا محسوبك خلاص البلد دي ما تخشهاش تاني وفلوسك بغياراتك بفيسبوكاتك بإيميلاتك كله يجي لي هنا من عينيا يا معلم البرتو من عينيا يلا اتكل على الله شكرا يا معلم ربنا يخليك ان انت سبتني حالي خد يا حرامي احنا لازم نحتفل بالبطل البرتو قبل ما تحتفلوا انا عايز فلوسكو وذهبكو وكل اموالكو عشان احميكو ايه ده انت نسيت انك عبد عبد مين يا عم الحاج فلوسكم لو ما جاتش انتوا عارفين انا بعمل ايه تك 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 هوديكم 60 داهيه احنا اللي عملنا كده في نفسينا خدني مساعد معاك ماشي المساعد بتاع كوشا كان اسمه ايه كان اسمه كنتاكي انت ماكدونالدز لا سميني الشبراوي طول عمرك شعبي ماشي عموما فلوسكم تجي لي لغايه عندي يلا احتفلوا سنحتفل احتفلوا دمبري دمبري خد خد تعالى في قمصه ايه يا عم كل شويه رايح جاي انت بتبيع ايه وما فيش بحر هنا اصلا يا سلام ما انت عاملين رعاه بقر وما شفناش ولا بقره دمبري دمبري يلا قول لا يلا قول لا ها احتفلوا لا مش هنحتفل مش هتحتفلوا